انت بنت حلال مشا، وما تصدقيش اي حد يقول لك كلمه غير كده، حتى لو كنت انا وفي لحظه غضب. واي مهمه وطنيه بعد كده هتمثلنا بره هتكوني على راس الوفد، سواء داخليا او خارجيا. بس انا زملاتي القدام يشيلوا مني. الادميه دي سيبناها للحكومه، انما هنا الكفاءه هي الاهم، وانت اثبتت كفاءتك والباشا اعتمد وخدنا الشهاده. مساء الانوار يا برنس. شلبي امرني. خد دول وظبط الليل. ما تقلقش يا برنس، كله في السليم. شلبي امرني. فكها شويه يا شلبي، ده مش مال حرام. المهم يصب في المصلحه العامه يا برنس. برافو عليك، انت امير يا شلبي. تلميذك. جو. اي جو. بوسي. انت مش امير قربت ولا انا بيتهيألي؟ سلامتك من التهيؤات يا برنس، قرب. طب مش نجهز بسرعه عشان نحافظ على الكفاءه؟ تأمرني يا برنس. بوسي، نصيحه من اخ الاخ، وفري طاقتك الفياضه لساعات العمل الرسميه، واياكي والاستهلاك المجاني. امرك يا برنس. من بكره الصبح اسمك وصورتك راس براس على الواجهه جنب رمانة، وانت وشطارتك بقى. افيه، انا شم ريحه كده مش ولا بد ابدا. هنا في الاوضه ينيلك، انا مش ناقصه قرفه. بقول لك ايه، روحي رشي ولا بخري ولا اعملي لك اي منظر. مش في الاوضه يا ستي. امال فين؟ في الصاله كلها. بنت يا بيسا، انا كنت مرتاحه من زنك اليومين اللي فاتوا، هتلتي مش طالباكي. ده مش لتي يا ابله، ده كمين، والمصحف الشريف كمين وبيتنصب لك. نهار اسود، انت هتشلديني يا بنت، ما تجيبي من الاخر وتقولي في ايه. سمعت طراطيش كلام كده ان هم ناويين يعلوا اللي اسمها بوسي دي ويخلوها نمره. ايه الهبل ده؟ ما هي اللي ما تتسمى دي كل يوم بتقدم نمرتها مع الفرقه، ايه الجديد؟ هبل؟ طيب يا اختي بقى على راحتك، اللهم بلغ، اللهم فاشهد. بنت يا بيسا، انت عارفه حاجه؟ يا ستي ناويين يخلوها من اول بكره نمره لوحدها. نمره لوحدها؟ تعب الغزال يا متحني، دم الغزال، وحشتيني يا رمانة. دي بقى المفاجآت اللي ترد الروح. أنهي فيهم؟ الخلخال ولا اللي جاب الخلخال؟ فاشر خلخال إيه بس؟ اللي جاب الخلخال طبعًا. أنا أول ما شفته قلت لا، ده رمانة، مكتوب عليه رمانة، وأنا أصلي غاوي خناخيل، أنا أحب الخناخيل أوي، ولما كنت صغير وبمسك بيها في دي جلابية أمي. ياه أيام. الله يمسيكي بالخير يا أمه، كانت بتوزع بضاعة ساعتها، وكل زبون ليه رنة خلخال. وأنا في ديك الساعة لما أبقى في ظل الست ضاوية على سن ورمح. ضاوية دي ملهاش ظل ولا خيال، دي حاجة كده زي المعجزات، تربح في المزاج وتتحكي زي الحواديت. ياه، الواحدة ما تعرفش قيمة الأم غير لما بتحب. تصدق إن أنا دايماً لما بكون جنبك بشتاق لأمي قوي. بشتاق لأمك؟ ليه؟ وأنا شبهها قوي كده يا رمانة؟ أنا ما بهزرش يا خميس، أنا حتى مش عارفة شكلها، فاكراها كده طشاش، ما شفتهاش غير في قبرها الله يرحمها. ومن ساعتها وأنا مرمية مع ولاد خالتي، صبيان على بنات، في شقة قد الحب بننام فيها زي عيدان الكبريت. وابويا برضه فص ملح وداب، ولما زهقت وطقت سبتهم وهجيت، ولما سألت عنه قالوا لي انه حصلها في قبرها هو كمان، مات الله يرحمه. بقيت لما بشتاق لهم اروح لقبرهم ازورهم واحكي معاهم واقرا عليهم الفتح. خميس، انت نمت مني يا اخويا ولا ايه؟ يا بت انت بعض سواعي كده بتبقى عليكي حواديت كئيبه كئيبه، بتفكرني بالقناه الثالثه والمتخصصه. فدي جابتني كده معانا في التت والشعبيات كده. تت يا بنت والشعبيات كده يا بنت. انا اصلي ببقى مرتاحه معاك، بحكي معاك بفضفض. ارتاحي بس ما تاخديش ال 30 حلقه كلها دراما. صباح الفل يا حبيبي. صباح الفل.
شديد شديد. مش ريست بقى ولا ايه؟ تموت انت في العاب القوة دي. طبعا نهار وليل وليل ونهار. الصبح يا خبيث. وماله؟ ريست على الصبح كده. ريست الصبح ده هو اللي هيظبط ريست بالليل. واحد. اتنين. تلاتة. رومانا رومانا استني بس رومانا استني استني بس يا نجمة مصر. نعم انتوا خليتوا فيها نجمة ولا نيلة؟ صدقيني انت فاهمة غلط واشتري مني. يا اخي انا مش عايزة افهم حاجة خالص، انا قاعدة في بيتي ملكة ولما تعرفوا قيمتي كويس ابقوا تعالوا. مش حلو الكلام ده، ولا بيحل ولا بيربط. جاك حل وسطك يا بعيد، هي ناقصاك ابن مفكوكة كده برضو يا رومانا. رومانا رومانا شرسة قوي بس طيبة. يا ليل الدنيا جت عليا كتير. اللي انت قلته لي على التليفون ده اللي سمعته يا برنس. انت متأكد؟ ايه اللي متأكد؟ معالي الباشا أمرني معاليك. تشرف وتآنس في انتظار معاليك. احنا نفرش الأرض ورد. مع السلامة. ده الباشا الكبير صح؟ كملت يا شباب. احنا اتحسدنا ولا ايه؟